السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابع. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، نتحدث فيه عن قمة القاهرة التي كانت كبيرة في حضورها وضعيفة في مقرراتها. تصريح الزعامات الحاضرة لم يكن بمستوى الألم الصادر من غزة، حيث مشاهد الدمار والنار فحجم الكلمة الصادرة من القمة دون مستوى بشاعة الاحتلال وماكنة حصاد الأرواح. إدانة يتيمة تسبح في فضاء عائم دون وضع النقاط على حروف الأزمة المحصورة بمساعي إقامة وطن بديل ودعم غربي لتل أبيب. مستثنى من ذلك موقف العراق الذي كان صوته بحجم المعركة والذي يعد ترجمة حقيقية لما طالبت به المرجعية ورأي الشارع من فلسطين الداعم لتحريرها من أغلال إسرائيل. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، فإن الضربات التي لقنها القسام للقوات الصهيونية في العمليات العسكرية والتي عدت أنها إعجاز واجتراح المستحيل، وأجبرت من خلالها إسرائيل على الانكفاء بعد أن تذوقت طعم الهزيمة، جعلتها تفكر ألف مرة ومرة في اتخاذ قرار الاقتحام لغزة ومواجهة المقاومة الفلسطينية من مسافة صفرية، غير أن تل أبيب المستمرة في قصف قطاع غزة والتي صادقت على خطط توسيع العدوان يبدو أنها تتلاعب بعداد عمرها، فضلا عن تحشيد محور المقاومة لقواته على الجبهات، وهذا ما سيجعل هذه المقدمات كافية لمعركة تتسع شيئا فشيئا لتعمى الإقليم. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. وأرحب بضيفي الكريم في الأستوديو الدكتور مصطفى البهادي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية. حياكم الله دكتور ضيفا كريما. ونتحدث عن قمة القاهرة، يعني إذا ما استقطعناها أو أسقطناها على الصراع الحالي في غزة، شنو تأثيرها وحدود هذا التأثير في هذا الوقت الحساس؟ يعني هي في حدود التأثير يكاد لا يكون هناك تأثير. يعني خطابات سيد الكريم في أوقات المحنة
وفي ظل هكذا جريمة يرتكبها الكيان الصهيوني، ما أعتقد الكلمات تكون شافية ووافية ولا ترتقي إلى مستوى أو إلى أدنى مستوى الهم الفلسطيني خصوصا والرأي العام العربي عموما. بالتالي كانت كبقيتها يعني كما يقال، و يعني إجراءات على المستوى العملي يمكن كانت كلمة السيد رئيس الوزراء السيد السوداني مميزة عندما أكد على أن القضية الفلسطينية هي من يقرر حلها أو يعني سلبا وإيجابا هم أبنائها، وهذا الشيء صحيح يعني، وهو بذلك ينزع يعني مسألة الحل والعقد عن الآخرين الذين يقدمون مشاريع تسوية وإضافية في محطات الخذلان العربي الرسمي وليس الشعبي. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني كان الأولى بهم القيام بإجراءات ترتقي على مستوى الحدث، إجراءات يعني أقلها على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي، وبالتالي كانت أقرب إلى القمة، أقرب إلى إجراء بروتوكولي دبلوماسي لا يعدو أكثر من هذا. نعم. طيب، متناسبة هاي القمة مع المشاهد اللا إنسانية اللي خلفها الاحتلال الإسرائيلي حسب متابعتك دكتور؟ لا بالتأكيد سيد الكريم، يعني مو هو شوف أكو خلل في العقل العربي يعني على مستوى السلطة وعلى مستوى يمكن أقول لك اللي يتناولون هذا الموضوع لا زالوا يعيشون حالة الوهم، حالة الوهم اللي صنعها الإعلام الغربي من أن إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر قهروه يعني مجموعة مؤمنة بعقيدتها، مؤمنة بقضيتها، يعني عشرات من الرجال المؤمنين، وأيضا لا زال هذا العقل مستلب لصالح الإعلام الغربي من أن الصراع مع إسرائيل يعني الصراع مع الغرب، وبالتالي يعني لا قبل لنا به كما يقال، شايف شلون؟ نعم. وبالتالي هو عقل منهزم من الداخل، ولا سيما العقل السياسي الرسمي. يعني شوف في ظل هكذا أوضاع حتى المطبعين من عندهم هم ما استحوا ولا يعني اتخذوا موقف من انه مثلا اقلها كما يقال انه عمليات التطبيع او سفارات تخرج او انهاء العلاقات الدبلوماسيه والتجاريه، ما عندهم الجراه سيد الكريم على اتخاذ مثل هكذا قرارات. فكيف انه انت تعول على قيادات سياسيه، هذه يقول النقب هو صحراء النقب هو بديل، وهذه يقول صحراء سيناء هو البديل، وهذا يقول ما أدري إيش، يعني وكأنما هم يقدمون مشاريع يا ريتها مشاريع استسلام وإنهاء القضية الفلسطينية. هي مو هيك الموضوع. وحضرتك يعني دكتور تفضلت بالبداية تقول إنه الأزمة يجب أن تكون لها أدوات حل. واحدة من هذه الأدوات أنه هذه القمة يفترض أن تكون أداة فاعلة للحل، ولكن القمة اللي يصير بها خلاف حتى على البيان الختامي. نعم. قادر أصلا على حل قضية كقضية فلسطين، الخلاف منع البيان الختامي. فلهذا يمكن أنا أعول على ما أعول على يعني للجامعة العربية. الجامعة العربية سيد الكريم مجموعة بالية على فكرة، يعني حتى علينا إحنا على مستوى الكتب وعلى مستوى الأكاديميين والمشتغلين في الحقل السياسي الأكاديمي، مجموعة بالية لا قيمة لها في العمل الإقليمي. يعني شو جامعة الدول العربية؟ مجموعة من المتكرشين والمتسمنين والجهلة والمرتبطين ارتباط يعني تقريبا يمكن 90% من عندهم
القرار الإسرائيلي بالقرار الأمريكي بالقرار البريطاني، وبالتالي يعني 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 يجب أن نفكر كما يقال خارج هذا الصندوق. نعم. الصندوق الذين يعني وضعونا فيه، وضعتنا فيه آلة الإعلام العربي الرسمي على فكرة، وآلة الإعلام العربي الغربي والأمريكي تحديدا يعني. فلهذا أقول أنه يجب عدم التعويل على مثل هكذا قمم، يعني قمم لا تغني ولا تسمن ولا يعني ما تؤدي أي شيء. وبالتالي أنا أعول يمكن على المبادرات الفردية، المبادرات الفردية وخارج العمل الرسمي هم، لأن هو العمل الرسمي يعني هي هاي الأنظمة، ويمكن أنا قايل لك إياها من هذا المنبر الوطني منبر الأيام. هذه الأنظمة سيدي الكريم هم موظفين، يعني يعني إلا ما رحم ربي، هم موظفين لقوى عالمية، قوى استكبار عالمي، وبالتالي غير قادرين على اتخاذ هذه القرارات اللي جنابك وآني يمكن وأهلنا ويمكن كل اللي يسمعونا من هذا المنبر أنه يتأملون أن يصير قرار مستوى الحدث. لا سيد الكريم، أصلاً هو لو ما صايرة أفضل، لو ما صايرة القمة أفضل. يعني شوفوا أنه مثلاً كيف مبادرات الـ على المستوى العراقي، يعني رئيس الوزراء كيف كان يعني الرجل مثل ما يقول حامي، يعني شايف شلون كيف أنه هنالك قوى سياسية تفاعلت، يعني في مقدمتها السيد الصدر حقيقة كان إلى دور جداً جداً فاعل، كيف أنه المرجعية العراقية يعني والإسلامية ممثلة بالإمام السيد السيستاني أطال الله عمره، كيف هذا الموقف. نعم. ويعني شايف شلون، ودائما على فكرة يعني أنا اليوم لما دا أتابع هذا الموضوع من 48 سيد الكريم. نعم. والعراقيين هم ترى شاهدين القضية الفلسطينية، لا المصريين ولا السوريين ولا يعني بقي ولا التونسيين ولا غيرهم، العراقيين. طيب طيب دكتور، اسمح لي ان يتدخل معنا. نعم. يمكن هذا قدرنا احنا كعراقيين ان ننوء بثقل غيرنا كما هسه على مسمع من الباحث الاستراتيجي الاستاذ الدكتور ياسر فراويله. حياك الله دكتور ياسر. يتحدث ضيف الكريم عن هذه القمه العربيه، والمعروف ان لكل مرحله خطاب معين. نتساءل هنا كيف في وقت الحرب ينطرح شعار السلام؟ مو المفروض يكون الخطاب مكافئ ومعادل موضوعي لما يفرضه العدو ويطرحه من خطاب؟ المفروض ان هذه القمه لردع العدوان الاسرائيلي ووقف زحفه البري ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وايضا التهدئه مع المقاومه في الداخل، خاصة أن الجميع يعلم أن إسرائيل هي التي بدأت بالهجوم. أيضا أنا من وجهة نظري أن هذه القمة كانت لإعطاء وقت للصهاينة لترتيب أوراقهم قبل اتخاذ ساعة الصفر بالتحرك إلى غزة، وحتى تعطي فسحة للمقاومة لا قدر الله أن تلقي سلاحها وتستسلم للعدو الصهيوني. أيضا هذه القمة كانت لعملية التبريد وإعطاء الأمل المفقود، وأرى أن القمة الحقيقية هي ميدان القتال وميدان التعامل، لأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة واحدة هي لغة الصمت. هنا نتحدث عن المواقف التي اتخذتها الدول العربية دكتور ياسر. هل على مستوى القيادات وعلى مستوى الرؤساء، هل كانت بالمستوى المطلوب خصوصا من الجانب المصري؟ أولا لنطرح عدة وجهات نظر. هناك ترتيب في الكواليس لتدمير أكبر جيشين في المنطقة، وهم الجيش الإيراني والجيش المصري، وجرجرته إلى قتال في ساحة المعارك. مصر لا تخشى القتال ولكنها تضبط أعصابها لآخر وقت، لأن قرار الحرب سيكون قرار مميت وساحق، إما أن نسحق اليهود إلى غير رجعة، وإما أن نموت نحن ونستسلم إلى غير رجعة ونتحول إلى غزة. إسرائيل استغلت القوة التدميرية الكبيرة للقوات الأمريكية في المنطقة حتى تبتلع
أو حتى تدمر أكبر قوتين تهددان إسرائيل في المنطقة، لأن القوة الثالثة وهي القوة التركية هي قوة حليفة للغرب والإسرائيل أيضا. وعليه الخطاب العربي من الزعماء العرب، منهم المتراكي ومنهم الضعيف. أيضا الخطاب الخاص بأبو مازن كان طعنة في الخلف، لأنه أعلن أن المتحدث الرسمي باسم الفلسطينيين هم منظمة التحرير التي تغط في سباتها في رام الله وتترك شعبها يذبح وينحر في غزة، وبالتالي أصبحت تتبنى وجهة النظر الغربية بأن حماس ليس لها الحق أن تتحدث باسم الفلسطينيين، وأنها مجموعة من الإرهابيين، وأن ما تحت أيديها هم رهائن وليسوا أسرى. هذا هو الخطاب الذي ينم عنه القمة. مصر استبقت الجان الختامي ببيان أعربت فيه عن استيائها، لأنه لم يصل إلى نتائج، ولأنها شعرت أن المؤتمر لن يعطي نتائج. الأمر يحتاج إلى مراجعة على الأرض، ربما تدخل فيها مصر وربما تدخل فيها إيران، ولكن إيران لن تدخل إلا من الجبهة السورية ومن خلال جسر جوي، وأتمنى أن يكون علنا من روسيا ومن إيران إلى المقاومة في سوريا وفي لبنان، وأن تكون المواجهة مباشرة، لأن العدو الصهيوني قد تلقى جسرا جويا علنيا من الولايات المتحدة آلاف الأطنان من المخدرات ومن الأسلحة المدمرة، ولا زال يصل إلى الآن عبر إيلات وعبر القواعد الأمريكية في الدول العربية كالإمارات والأردن. طيب سيد ياسر، دكتور مصطفى، يتفضل السيد ياسر فراويلة بهذه العلاقات الارتباطية بين الموقف المصري وبقية الدول، ولكن نأتي إلى الموقف العراقي. يعني حضرتك أشرت إلى كلمة رئيس الوزراء اللي ألقاها بالمؤتمر بأنها كانت بحجم المعركة والتحدي اللي تعيشه غزة منذ إعلان طوفانها. صحيح. هل هذا يعني بأن العراق لا يزال يضع هذه القضية في سلم الأولويات كأولوية قصوى؟ سيد الكريم، يعني هو سواء قالها السيد السوداني أو لم يقلها، موضوع القضية الفلسطينية بشكل خاص هي موجودة في الضمير العراقي، موجودة في الوجدان العراقي، موجودة في الثقافة العراقية، موجودة في بيوتنا، موجودة في مساجدنا، موجودة في كلياتنا، في جامعاتنا، موجودة في مقاهينا. يعني شايف شلون؟ فاليوم السيد السوداني عندما تحدث بما تحدث به، هو انطلاقا من هذه الثقافة، من هذا الوجود، من هذه يعني يعني شو اقول لك عليها، المتلازمة، هي ما انفكت عنها، يعني حالها حال بقية الدول العربية اللي تخلت عن الموضوع. شايف شلون؟ فبالتالي يعني شوف اكو فد انسجام بين السيد رئيس الوزراء، بين المرجعية الرشيدة، بين القوى السياسية، بين الفعاليات الشعبية والأكاديمية، وبالتالي احنا حالة واحدة. يعني شايف احنا مو حالنا حال يمكن بقية الدول العربية اللي ما عندها القدرة على ان تكون حتى على مستوى، يعني شوف مثلا يوم المجاهدين واصلين على حدود الأردن استجابة لدعوة السيد الصدر الكريمة، زين، ويمكن راح تلتحق بهم قوافل اخرى، فضلا عن انه كثير من القوى السياسيه يمكن بعثت، يعني ولا سيما المقاومه من عندها كثير بعثت رجالها الى الساحات. لا بل ان هنالك من استشهد سيد الكريم قبل ايام، يعني شفنا جثامين لشهداء عراقيين، يعني قبل 3 أيام يمكن 4 أيام انا شفتها. وبالتالي هذا يعني شيء يدل انه القضيه الفلسطينيه حاضره عندنا. يعني شوف انه الفلسطينيين تخلوا عنها، الفلسطينيين اللي هم المفروض يكونون اصحاب القضيه تخلوا عنها، طبعا بين قوسين محمود عباس، زين، المطبع الكبير مع اسرائيل، يذبح شعبه على مرأة ومسمع وعلى مقربه منه كما يقال، وبالتالي هو غير مكترث.
غير مكترث تماما باللي دا يصير. فبالتالي أقول إنه القضية الفلسطينية لكي يعني نعيد الأمور إلى نصابها لا بد من فعل مؤثر، لا بد من إجراء على الأرض. هذا الإجراء سيدي الكريم، هذا الإجراء يعني أنا بالنسبة لي كمتابع ومهتم بالشأن السياسي أنا ما شفته إلا على مستوى إيران. الجمهورية الإسلامية كانت حاضرة في خطاباتها، في إجراءاتها، في دعمها للمقاومة، يعني في تصريحاتها. يعني قبل يومين تصريح خطير صدر من الجمهورية الإسلامية، إذا ما توسعت الحرب فإحنا راح ندخل بكامل ثقلنا العسكري والأمني والسياسي والكذا. ما حد قالها من الدول العربية من قمتهم البائسة، شايف شلون؟ طيب. وهم المفروض يكونون أهل القضية، ولا مثلا تخلى عن 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 ما أدري أسميها شلون، محمود عباس، عن هذا التطبيع والتخادم مع إسرائيل. ما قدر يغادره وأهله يذبحون. يعني هو بعد شي يصير أكثر من اللي صار في غزة، اللي مجموعة من الشبان المؤمنين المقاتلين المجاهدين الشجعان هم أعادوا الأمل. سيد الكريم، طيب دكتور، يعني إحنا تعلمنا في ثقافتنا في وجداننا إنه الأشياء ما هكذا تحال، مو بالقمم، مو بالكلمات. الحجر بالحجر والحرب بالحرب والبادي أظلم كما يقال، زين. وبالتالي طيب. إحنا أصحاب قضية، هذا هو المفروض أن يصير. طيب أستاذ ياسر، يعني لما نتحدث عن هذه الإجراءات، ممكن نشوف مخرجات لهذه القمة تشق طريقها في حل سياسي للأزمة وإيجاد حل ناجع، خاصة واليوم دخلت المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد فتح المعبر. يا سيدي، الهتافات والمظاهرات والمؤتمرات لا قيمة لها أمام عدو لا يكترث بقانون ولا يكترث بقوة. هو يريد أمر واحد فقط، هو يريد إبادة هذا الشعب والهجوم والمجزرة على بعد لحظات من الآن. نريد أن نفتح جبهات في كافة أنحاء الأرض، نريد أن يدخل الفصائل المقاومة في سوريا تحديدا، في سوريا وفي جنوب لبنان على خط المواجهة وفي الضفة، ولكن نسمع تهديدات ونسمع خطب ونسمع ضجيجا بلا طحين. نحن نعرف أن كل عربي وكل مسلم يسوق إلى إزالة هذا الكيان، وعنده الدافع النفسي والعقائدي لذلك، وله أسبابه، حيث أن هذا الكيان كيان مجرم. أما الرسميات فلا مجال لها، جميع الدول العربية مكبلة بالمعاهدات والالتزامات الدولية تقريبا كلها، إن لم تكن الأغلبية منها، من المحيط إلى الخليج. حتى الكلمة الشجاعة التي ألقاها السيد السوداني، ورغم قوتها ورغم بلاغتها وحصافتها ورغم ما نعلم به أنه رجل مقاوم، إلا أنه لا يستطيع مثلا تحريك الجيش العراقي باتجاه إسرائيل، نظرا لأن العراق مكبل. قص على ذلك جميع الدول العربية، إما مكبلة في العلن أو في السر، وبالتالي المؤتمرات وخلافها لا قيمة لها. ما يعول عليه هو بندقية المقاوم، كيف نشحذ هذه البندقية وكيف يصل الذخيرة ليد المقاوم حتى يستطيع أن يقهر ذلك الكيان. أما المساعدات والاتفاقيات، هذا مجرد غطاء لإدخال جواسيس لاكتشاف ممرات والاكتشاف دفاعات المقاومة داخل القطاع الفلسطيني. طيب وضع العراق دكتور مصطفى، يعني ما وضع العراق خارطة طريق صحيح لحل الأزمة باعتبار تقرير ما ستكون عليه فلسطين يقرره شعب فلسطين، ولا صلاحية لأي دولة في عقد مفاوضات سلام بديلا عنه؟ يعني هذا الموضوع فنيا، هل أسقطت هذه الدعوة الكلام الإنشائي لزعامات وقيادات العرب؟
اي طبعا سيد الكريم، يعني هو من غير المنطقي انه يعني ملك رئيس ما اعرف ايش تحت اي عنوان يعني يصدر او يصدر نفسه على انه هو يقدم حلول على حساب الحق الفلسطيني. يعني ما هم اهل المحنه واهل المشكله واهل الازمه واللي هم اهل المعاناه كما يقال، هم اولى الناس سيد الكريم بحلها، كيف يحلوها؟ احتمال بالعكس، احتمال مو هذا الحل اللي بذهن أليف أو باء أو جيم، بالعكس يردون الموضوع يصاعد وخلاص خلاص. يعني كما قال أحدهم أنه هو يتحدث عن نساء غزة كيف اتفقنا، يعني أنا هذا سمعته بفيديو كما يقال، يقول إحنا اتفقنا، والمرأة تتحدث أنه كل وحدة من عندنا تنجب ست رجال ست أولاد، الثلاثة من عندهم يموتوا يستشهدون وخلي الثلاثة البقية يعيشون. شوف وين واصل الـ 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 اليقين بالموضوع عند النساء الـ 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 في غزة. يعني خلاص الموضوع بعد انه ما نرجع احنا القهقرة كما يقال زين، ونرجع عما يجيني محمود عباس ويحضر لمؤتمر ويقعد لي ويا نتنياهو وما اعرف ايش، لا مو هيكي، لا مو هيك الموضوع. الموضوع اساسا القضية الفلسطينية صودرت سيد الكريم من محمود عباس الى حماس، خلي نتحدث بهالطريقة. يعني القرار السياسي، القرار الامني، القرار العسكري اليوم في يد المقاومة سيد الكريم، في يد كتائب القسام، في يد حماس قادتهم والاخوان اللي يعني متفقين او متحالفين معهم. هذا هو القرار سيد الكريم، والا كيف يعني احنا ما راضين ان يكون محمود عباس هو ناطق باسم القضيه الفلسطينيه، يروح واحد عربي في اقصى المعموره ما يدري بالدنيا وين راحت وين شو اسمه، يكون هو صاحب الحل وهو صاحب العقد؟ لا سيد الكريم، ما هكذا تورد الابل. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى البهادي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الأستاذ ياسر فراويلة الباحث الاستراتيجي انضم معنا عبر سكايب من مصر. شكرا جزيلا لكما ضيوفا كرام، ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو السيد الفريق الركن جليل خلف الخبير الامني، حياك الله سياده الفريق. حياك الله. سلام. وكذلك ارحب بضيفي الكريم عبر سكايب من بيروت الدكتور صالح ابو عزه المحلل السياسي، اهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. سياده الفريق، تحدث عن الدعم الامريكي المباشر والاحتكاك مع جبهات عده بالاخص جنوب لبنان، سوريا، القواعد الامريكيه في العراق، هل يعطي نذرة حرب إقليمية من وجهة نظرك؟ تحية لكم ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. حياكم الله. وأشكرك على هذه الاستضافة، لأن الوقت الحاضر يتطلب توعية الناس اللي ينظروا للأمور بغير شكل. حقيقة أمريكا منذ اليوم الأول هي ساندت الكيان الصهيوني، وأنا أعترض على كلمة إسرائيل أو غير كلمة، لأن هم الكيان الصهيوني مجرمين جاءوا من غير أرض واحتلوا فلسطين وقتلوا شعبها وشردوه. لذلك أنا في اعتقادي أن أمريكا لديها مصالح كبيرة جدا، وهذه المصالح متمثلة بنفوذها في السوان في كافة أقطار العربية والإسلامية، ومع الأسف أنه لا ينظرون إلى هذه المصالح نظرة جدية، ولأنه الوطن العربي الآن والعالم الإسلامي ليس بالقوة التي تستطيع التأثير على سواء أمريكا أو الدول الغربية التي ساندت الكيان الصهيوني. وصرح بايدن تصريح حقيقة استغربت له، قال لو لم تكن إسرائيل لأوجدنا إسرائيل في الوطن العربي، وهذا التصريح يدل على أنه تمثل مصالح أمريكا، واللي هي دمرت بلد حضارته 7000 سنة العراق في سبيل الكيان الصهيوني، وقتلت وذبحت ورعت الظلم ورعت هؤلاء المجرمين الصهاينة. ففي اعتقادي أنه لو اتحد الوطن العربي والعالم الإسلامي ضد المصالح الأمريكية وضد المصالح سواء البريطانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو العالم الغربي، اللي دائما شبه وزير الدفاع الحاقد الصهيوني الفلسطينيين بحيوانات بشرية، وهذا التشبيه حقيقة يدل على نظرتهم إلى الجميع بهذا الشكل. وقال نتنياهو قال أنه إحنا الحضارة تحارب الوحشية، ويقصد العرب والمسلمين. ففي اعتقادي الموقف الآن موقف العرب ليس والمسلمين ليس بالموقف الشديد أو الموقف اللي يتناسب مع حجم التهديد الذي يعاني منه سواء غزة، العرب الفلسطيني في غزة أو في الضفة الغربية أو غيرها من الأماكن. ويجب أن توحيد هذا الموقف، لأنه الآن الأوان، لأن المؤامرة كبيرة جدا والهجمة كبيرة جدا، وأمريكا صرحت منذ اليوم الأول أنه مع الكيان الصهيوني سابقا وحاضرا. طيب. ومستقبلا. سيادة الفريق، اسمح أن نذهب إلى دكتور صالح أبو عزة، حياك الله مجددا دكتور صالح. مقدمات هذه الحرب، يعني هل هي حاضرة أم تحتاج إلى معطيات بشكل أكثر، يعني مثلا الاقتحام البري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك ولضيوفكم الكرام. حياك. لا شك أن يعني الإسرائيلي ما زال متشبطا في قرار، هنالك كثير من الكوابع التي لا تدفع الإسرائيلي نحو الذهاب إلى الخيار البري مع قطاع غزة، وفي ذات الوقت هنالك مجموعة من المتطلبات أو الضغوطات التي تدفع إلى الذهاب إلى غزة. بمعنى هنالك خسارة بشرية كبيرة سيدفعها جيش الاحتلال، هنالك موازنة ما زالت، هل ستكون الخسارة مقبولة للإسرائيلي للجمهور الإسرائيلي بين قوسين؟ هذا أحد الأسباب. السبب الآخر هنالك عدم ثقة بوحدات الاستخبارات سواء التابع على الجيش الاحتلال أو المستقلة كالشباك
والموساد، لأن هنالك وحدة استخباراتية تابعة لجيش الاحتلال، هي عدد من الوحدات ولكن أهمها شبكة أمان أو وحدة أمان. فلذا هنالك دائما حديث حول دور الاستخبارات المهم كتغطية أساسية ومعلومات وبينات تقدم للجيش البري حين اقتحام قطاع غزة. ولكن بسبب ما حصل في 7 أكتوبر وعجز الاستخبارات عن معرفة الهجوم يعني الذي شكل طوفانا كبيرا في الكيان الإسرائيلي، هنالك انعدام للثقة في هذه الأجهزة. من ضمن الكوابح يمكن الحديث عن دور أمريكي، بمعنى الأمريكي لا يسعى للحفاظ على المدنيين الفلسطينيين، بل هو خائف من أن لا يتمكن جيش الاحتلال في معركة البرية بأن يحقق إنجازات حقيقية وأن يفشل في هذه المهمة. وحينما يفشل جيش الاحتلال سيدفع ثمنا لذلك. الآن هذه الكوابح، ولكن هنالك ضغوطات كبيرة تدفع جيش الاحتلال للقيام بهذه العملية. ولكن قبل الحديث عن الضغوطات، هنالك كابح إضافي هو دور حزب الله ومن خلفه محور المقاومة، بمعنى أن هنالك حديثا في أروقة السياسة والأمن والعسكر الإسرائيلي بأن الدخول بريا سيدفع حزب الله إما للمشاركة بطوفان من الجبهة الشمالية أو أنه سيزيد من وتيرة دفعات الكورنيت أو الصواريخ باتجاه الشمال. طيب. شمال فلسطين المحتلة. طيب دكتور اسمح لي، سيادة الفريق يعني هل تتفق بهذا الطرح الذي يتفضل به الدكتور صالح أبو عزة أن اندلاع الحرب البرية مرتهن بهذه المتغيرات من الشمال، وبالإضافة إلى ذلك أن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والاقتحام البري منوط بهذه الأحداث التي سواء من جهة لبنان أو من غيرها؟ هو يعني هناك ارتباط كبير جدا واللي ذكر ضيفك الكريم، وحقيقة أمريكا والغرب يتخوف من تدخل حزب الله والمواجهة بين حزب الله والكيان الصهيوني. هاي نقطة. النقطة الثانية، الكيان الصهيوني حقيقة أنا انتبهت إلى قضية معينة، الآن غير المفاهيم وقال هناك مناورة عسكرية من الكيان الصهيوني في غزة، وهناك تصور أنه تصريحات كثيرة أنه في رأيي أنا متابع ليل نهار لهذه الأحداث أنه الكيان الصهيوني سيحاول أنه يوصل إلى منطقة قريبة من غزة ويجعل هذه المنطقة هي محايدة أو هي كنفس الخطة مع الغلاف غزة، هاي وحدة. وأيضا يتبع ذلك بإنزال بحري، وفي الخطة الآن حسب تصريحاتهم هم سوف يكون هناك يعني تنسيق بين القوة الجوية للكيان الصهيوني والقوة البرية. وحقيقة اقتربت هذه الساعة، احتمال بكرة قد يكون غدا هو هذا الاجتياح، ولكنه لا يصل إلى جميع أنحاء فلسطين، بل سوف يحتل أجزاء من شمال فلسطين ويصل إلى غزة لغرض تحييد الفدائيين وتكوين خارطة جديدة لغزة. في اعتقادي أنه الفدائيين لحد الآن برهنوا أنه قادرين على قيادة لحد الآن المعركة، وضرب الكيان الصهيوني في عمقه ووصلت صواريخهم إلى تل أبيب. بالإضافة إلى ذلك الآن أيضا هم يكبدون العدو خسائر كبيرة، ولكن حقيقة صرح المسؤولين أو القيادين في حزب الله أنه في الاجتياح البري سوف يتدخلون وستكون هناك معركة أخرى بين الكيان الصهيوني وحزب الله. وأيضا أتوقع حتى الجولان أيضا الفدائيين سوف يتدخلون في مقاتلة الكيان الصهيوني. ونحن أيضا لدينا فصائل مقاومة، هذه الفصائل سوف أيضا تدك من خلال الطائرات المسيرة التي تملكها والصواريخ البالستية، سوف تدك القواعد الموجودة في القوات الأمريكية سواء في عين الأسد أو حرير
أو في كل مكان يتواجدون فيه. أمريكا لا تنظر لحد الآن بهذا الخطر، وهي مستمرة في دعمها للكيان الصهيوني بالمال اللي بايدن عرض أنه 14 مليار دولار مساعدات فورية إلى الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الجسر الجوي بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لدعمها من ناحية السلاح ومن ناحية العتاد، وإعطائها أسلحة جديدة مدمرة لتدمير بنية تحتية لغزة. والآن يعني هذه الشاحنات اليوم دخلوا 20 شاحنة، هذه يا أخي هاي ذر الرماد في العيون. 20 شاحنة، غزة محاصرة صار لها 12 يوم وبدون وقود حقيقة هذه الشاحنات التي دخلت. فماذا تسد هذه؟ هذه كذبة كبرى، وهذه ابتدعتها أمريكا والكيان الصهيوني ونتنياهو لغرض تهدئة الرأي العام العالمي الذي بدأ يعي خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. الآن خرجت مظاهرات هذا اليوم في لندن تقريبا 100,000 متظاهر، وهذا الرقم في زيادة. بعض الدول الأوروبية أيضا وعت على ذلك وخرجت مظاهرات، وحقيقة فرنسا منعت مظاهرات العرب والمسلمين والفرنسيين تأييدا للفلسطينيين. نعم. وبدأت الأمور تتضح بشكل كبير جدا، وبدأت الصور تصل، هذا الدمار الكبير والهائل والمفزع وهذه الوحشية التي يتعامل بها الكيان الصهيوني مع الفلسطينيين الأعزل. ولكن ثق إنه الله سوف ينصر الشعب المسلم في فلسطين، وسوف ينصر الثوار الفلسطينيين، وسوف يتكبد الكيان الصهيوني الذي لا يتحمل خسائر كبيرة جدا. والآن هو يئن من الصدمة في 7 أكتوبر التي حدثت له، والتي حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وحطمت أسطورة الموساد الذي هو متبصر في كل شيء. كنا ننظر للموساد فأكبر جهاز مخابرات في العالم، ولكن ألف فدائي استطاعوا أن يحطموا هذه النظرية. والآن الأمن القومي للكيان الصهيوني مهدد ومهلهل، ألف مقاتل استطاعوا أن يهزوه، فكيف إذا اتحد العالم الإسلامي والعربي وحزب الله والجمهورية الإسلامية والفصائل المقاومة ضد هذا الكيان اللقيط الذي أوجدته الاستعمار وأوجدته الإمبريالية في قلب العالم الوطن العربي؟ ففي اعتقادي أنه المستقبل سوف يكون لصالح الفلسطينيين. طيب، قمة القاهرة دكتور أبو عزة اللي انعقدت اليوم، وأي حل سياسي آخر يكون بموازاتها كحلول محتملة؟ هل ستسحب هذه الاحتماليات الحرب الإقليمية، أم أن الحلول في الميدان وحدها هي من تفرض موازنة لتلك المعادلات؟ أعتقد أن قمة القاهرة اليوم كانت قمة هزيلة، لدرجة أنه لم يصدر عن هذه القمة بيانا ختاميا، والسبب في ذلك هو مطالبة الأوروبيين ببند يخص حق إسرائيل بالحماية والدفاع عن نفسها، ومطالبة بعض الدول العربية وأظن أن من ضمنها العراق وقطر عدم إدانة المقاومة الفلسطينية. فلذا هذه القمة يعني رفعت مستوى الحديث عن أن هنالك جرائم في غزة، ولكن للأسف حينما نجد أن الدور المصري على سبيل المثال حينما يكون عاجزا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا يتمكن إلا من إدخال 20 شاحنة، تخيل سيد الكريم، قبل طوفان الأقصى كان يدخل إلى قطاع غزة يوميا 500 شاحنة، 20 شاحنة تدخل وأمام معبر رفح 7,500 شاحنة واقفة، بمعنى أن هنالك، حتى لو قلنا أن هنالك إرادة سياسية عربية بوقف العدوان، ولكن هنالك عدم مقدرة لذلك.
يعني أوزان هذه الدول في المنظومة العالمية ليست أوزان حقيقية، ليست أو أنها لا تستخدم بالأحرى قوتها الحقيقية من أجل الضغط على الإسرائيلي أو المجتمع الدولي بالنظر إلى ما يحصل في قطاع غزة. دائما ما كانت مصر، قطر، تركيا وسيطا ما بين الفلسطينيين ومكان الإسرائيلي، وسيطا غير مباشر، لأن الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية ليس لها أي لقاءات مع الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر. فلذا لا نعتقد بأن قمة السلام، قمة القاهرة، سينتج عنها حقيقة أي شيء يساعد الفلسطينيين، سواء من ناحية المقاومة، مسار المقاومة، أو في مسار المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني. ولكن يحسب لهذه القمة حتى هذه اللحظة ثبات الموقف العربي بشكل عام على رفض تهجير الفلسطيني من أرضه، وعلى رفض إخراج الفلسطيني خارج الحدود الفلسطينية. وهذه مسألة مهمة بالمناسبة، لأن الفلسطينيين متمسكين بأرضهم يقولون بأن النزوح داخلي ويجب أن لا يتعدى الحدود فلسطين التاريخية. لا نريد أن نعيد نكبة 48 ولا نكسر 67. الفلسطينيون ثابتون في غزة، ولكن صح هذا الثبات بس ما نتحدث عن التهجير سيادة الفريق، ولكن نتحدث عن قضية التدخل البري لقطاع غزة. هو حرب مدن وشوارع، وحضرتك خبير بهذا الموضوع. إسرائيل عندها فكرة عن خريطة هاي المدينة اللي بها أنفاق استراتيجية، وهاي الأنفاق هل هي كفيلة بتعقيد المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ أنت لو تلاحظ أنه الكيان الصهيوني لا زال يدك ويتبع سياسة الأرض المحروقة من خلال الطائرات ومن خلال ما زودته أمريكا من عتاد كبير جدا، وهذا العتاد يؤدي إلى ضرب عمارات كبيرة يسكن فيها عدد كبير من العوائل، وتتهدم هذه العمارات وتؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة، بالإضافة إلى ضرب المستشفى والمستشفيات. حقيقة يعني إسرائيل خرقت كل القوانين الدولية، ولكن الولايات المتحدة أو أمريكا أو الرئيس الأمريكي ينظر بعين واحدة هي العين الصهيونية. وفي رأيه أنه نعم الفدائيين الفلسطينيين سواء حركة الجهاد الإسلامي أو الفدائيين الآخرين، حقيقة هم الآن هم أنفاق كبيرة جدا تحت الأرض، ويستطيعوا لحد الآن مسك زمام الأمور في المعركة ودك كثير من المناطق والمستوطنات الصهيونية. ولكن هم الصهيونية يملكون سلاح كبير جدا، سواء بالطائرات المتطورة الأمريكية أو بالعتاد واتباع سياسة الأرض المحروقة. فنحتاج إلى طبعا الحرب البرية، هم الآن لحد الآن يترددون في القيام بها، لأن هناك أسرى كثير من الكيان الصهيوني لدى المقاومة الفلسطينية وحركة حماس. بالإضافة إلى ذلك أنه هؤلاء الأسرى جنرالات برتب عالية جدا من الكيان الصهيوني، وكذلك حقيقة الكيان الصهيوني لا يتحمل خسائر إضافة الخسائر الأخرى اللي تتحملها من خلال الهجوم في 7 من هذا الشهر. وفي رأيي أنه إذا حاول القيام بالحركة البرية لضرب غزة، حقيقة سوف يكون هناك انزال بحري من خلال القوات الخاصة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تحرك حل بري لغزة، وهناك غطاء جوي للجيش الكيان الصهيوني الذي تقدم نحو غزة، وهناك مفاجآت كثيرة من قبل الفدائيين تجاه الكيان الصهيوني. إضافة في رأيي أنه عندما يبدأ في الاجتياح البري سوف يكون هناك واجب آخر لحزب الله، وحزب الله يملك قوة هائلة استطاعت هزم الكيان الصهيوني في كثير من المواجهات، وقوته تعادل حسب قول وزير الدفاع الصهيوني أنه تعادل 10 مرات القوة الفدائيين الموجودين في غزة
أو في الأرض الفلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا سيد الفريق ركن جليل خلف الخبير الأمني ضيفا كريما في الاستوديو، وشكر موصول لحضرتك الدكتور صالح أبو عزة المحلل السياسي انضمت معنا عبر سكايب من بيروت، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.